هي خطا. سينا جيب شيء قبيل على الهاتف قال ما فهمتش، فما ربما قائمات ما سمعتش بهم قبل البارح وقلت البارح يتحصلوا على نسب اعلى من الديمقراطيه التقدم اللي هو حزب تقليدي ومعروف، كيفاش تفسر هذا؟ والله على الاقل سبع نقطه سي عز الدين وسي شبي متفقين عليها، هو انه ما لم يفهم في حين ان اذا نظرنا من البدايه إلى أمور بسيطة جدا ربما نجد طريقا إلى الفهم. والبداية عندي هي هذه الأعجوبة الحركة هذه العريضة وذلك، ثم من بعدها النهضة. واضح بأنهم هذوما الاثنين نجحوا بصفة مفاجئة ونجحوا بنسبة كبيرة الاثنين. كيفاش يصير هذا في وقت اللي من كان عمل على الضرب السياسي منذ سنين لا فقط لم ينجح بل أنه فشل بصفة معناها غير مشرفة له الحقيقة. شنو السبب فيه؟ هنا ربما نرجع إلى أصل مفهوم الديمقراطية كما قال سي عز الدين اللي هي لعبة. لازم نفهم اللعبة باش ربما نلقاو السبب. الكثير يرى بأن الديمقراطية هي مسألة أرقام ونسب مئوية، 51% و49% واللي عنده 51 يأخذ الكل وما إلى ذلك. في الحقيقة ما يلزمناش ننظروا إلى العملية الحسابية التي تأتي في النهاية، يلزم ننظروا فيما قبلها. وهنا شنو التجربة الديمقراطية؟ شنو الشيء اللي تظهره؟ الشيء اللي تظهره هو أن الديمقراطية دائما مبنية على عدم تفاهم وسوء تفاهم عميق بين من يريد أن ينتخب ومن يترشح، يعني بين الناخب والمنتخب. الناخب لا ينظر إلا المدى القريب، أعطيني كذا، تنجمش تحقق لي كذا. والمنتخب هو ينظر إلى ما هو أبعد، إلى المدى المتوسط والمدى البعيد. المشكل هو كيفاش أنت مش تنجم تحمل الناخب الذي ينظر إلى القريب بأن ينظر معك بكل عقلانية إلى البعيد. في بعض الأحيان يقع هذا، أما في أكثر الأحيان القريب يغلب على البعيد ويقول لك الناخب أنا نحبك توفر لي كذا، توعدنيش بكذا وكذا نصوت لك، لما توعدنيش بكذا وكذا ما نصوت لكش، مهما كانت جمال معناها التصورات المستقبليه برامجك نتاعك برامجك. واضح اللي صادف هو ان في تونس مع كل اسف ان القريب قريب جدا، خاطر ما احناش بعاد على العيد الكبير، البعيد جدا. القريب جدا هو العلوش عنده، اي هو العلو، هو اللي عنده المعنى الاكبر. وانا شفته وقت اللي نمشي كما سي عز الدين كما انتم كذلك جون سويسور، وين تمشي المساله هذيك اذا لا كان لم ينطق بها صراحه فهي مبطنه. انا وراء ذلك وصادف ان الشعب في اغلبيه الطبقات المتوسطه او معناها الضعيفة هو في أكبر حرج من هذه المسائل القريبة. فشنو صار؟ صار من جاء ليلعب اللعبة الدستورية بكل نزاهة. المسألة ما هيش كبش العيد، المسألة هو مستقبل البلاد، هو الدستور وما إلى ذلك. هذا كبت له ما شخصر. وهات اللي جاء يقول ايه بيان سور ما عندنا دستور، المسألة مش هذه، أنا مش نوعدك بكذا وبكذا وبكذا. وقتها مهما يكون انا نبيع لك الدستور كله بشاني، يلزم نفهم هالحقيقه هذه. نعم. الحقيقه هذه هو ان الكثير من الناس معناها صوتوا واختاروا
على أساس ما وعدوا به عن قريب. شنو ضمن تنفيذ الوعود؟ لا هذه حاجة ثانية. المشكل هو أن أنا أغتر بذلك، خاصة وقت اللي نكون أنا في حاجة كبيرة. حتى كان vous me vendez vous savez que le collège de France vous me vendez de l'espoir mais c'est ça qui vivre بامني بيان نفس الشيء اللي صار، لكن مع العلم أن الحقيقة مش برت وعود خيالية، بل صادف أن هل الصنفين هذوما من التوجه هذه العريضة والنهضة قاموا بهذا هذه الوعود منا بصفة بالأخص بصفة مكثفة. السيد الوزير الأول ثماشي إنسان منا عالم وداري بما هو يصير في البلاد أكثر من سيد، قال ما نعرفوش كيفاش شرشارة من الفلوس قاعدة تصب. اللي كان يستعمل الوزير الأول هذه الكلمة فلها دلالة، وإلا ما قاعد يخلوث. إذا كان قال منا ثم شر هو يلزم أن نعرفه إذن بأن المال والشرشارة لعبت مصر. أنا أعطيت مثال بسيط جدا. عبدكم عندما تقدمت بمال الخاص إلى جانبه هذه القسم الضئيل اللي مش تعطوه للدولة المنحة العمومية، ولكن أنا صبيت محبة في بلادي ما ليش مش نسترجع الفلوس هذه، عملت تقدير حسب الأصوات فقلت بأن الصوت تكلف علي بدينار ونصف الصوت الواحد، وقت اللي نشوفوا بأن النهضة توعد كبش العيد معناها الصوت تكلف لها ب 300-350 دينار، لأن هذا هو الصوب المتوارد بتاع الكبش. بل وقت معناها نضرب العدد بتاع النواب ب 350 دينار مش نفهموا قداش الشرشارة صبت شرشوز دو تريكلير. لكن متعلق لكن اللي تقول فيه سي بالعيد، هل هو معناها هل كان معناها قراءة أدلة قطع؟ استنى سيدي، لا استنى سيدي، هذه سؤال وجيه جدا وأقبله، لكن هو مش نجاوبك عليه سيدي. أنا أولا من بداية العملية الانتخابية الكلام متواتر عند الجميع إلى حد أن رئيس الحكومة نفسه تكلم عليه تمام، هو تكلموا على فم العديد من الأحزاب اللي تكلموا عليها بصيغة هذه، فم العديد من الأحزاب. يا نعم سيدي هذا صحيح، أمان علش مدام أنت خصيت حزب معين. لا هك علش قلت لك عندك شيء أدلة وقراءة وبراهين على ذلك؟ خصيت هذا الحزب لأنه أفرط عند رأي الجميع وليس هو الوحيد ما قلت، لكن شنو الوصائر؟ هو أن هذه العملية هي معروفة ومتواجدة عند الكثير، والصحف ومنها الوسائل الإعلام كلها تتكلم عليها. علاش ما الدولة ما قامتش بالتحققات في وقت اللي يصير آن كريم تقعد تستنى فيه حتى لين لي بارون نتاعك الضحية تجيب لك الحجة؟ ما هو انت يلزمك تقوم بالعملية بتاعك. لا وانت كمشارك زاد ايضا في المجلس التأسيسي باش تطعن انت اذا كان عندك الأدلة الكافية التي تدين هذا او ذاك. شوف لك ان تطعن هكا ولا سي شوف سيدي الكثير ثم دبور ثم كثير من القوائم القائمات فعلا اللي مشات قدمت باعتراضات، وهذا في الحقيقة في رأيي هو اللي جعل على الأقل لنسبة معينة أن النتائج منها وقع تأخيرها. ذاتيا من ناحية أخرى متواتر عند منها الجميع، وأقول بأن هذه الأمر أظن لا منها لا شك فيه، حتى وقت نشوفه في التلفزيون وفي منها كما تقول عينات متاع التصريح ثم منها بكري إنسان اللي يقول لك وي أنا جاي من باشا وقالوا لي مش نعطيه كذا وصوتنا، وقال أنا في التريني وأنا جاي فقط بالعملية غير أخلاقية ولهذا أنا آتي لأندد بها وأرفضها إتسترا. فأقول أنا المسؤولية في ذلك هي أولا أخلاقية، وإذا كانت هي مسؤولية أخلاقية فهي ترجع إلى كل الأطراف بأن تلتزم بأن تحترمها. وإحنا بشنا رجعوا نكملوا حوارنا نستسمحك.